الأكسجين هو الحياة، وهو أهم دواء استنجد به الأطباء في علاج المصابين بمضاعفات فيروس كورونا. ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19 تضاعف طلب المستشفيات على هذا الغاز الطبي الضروري في مصالح الإنعاش. في شهر جويلية وفرنا أكثر من 20,000 سرير للمواطنين الجزائريين. هو وقع الضغط على الأكسجين بإنسان باش يفهم بلي الأوكوباسيون لحقت قريب حوالي 12,000. الآن راهي في عد تنازلي، وإن شاء الله تكمل هكذا باش تزول علينا الجائحة هذه. الضغط لا يعني غير موجود، الضغط أنه في مشكل الإيصال، في مشكل وتعرفوا بلي المستشفيات المعدات مختلفة بين ولا نقارنا بين مستشفى جامعي ومستشفى أصغر من الحجم هذاك، يكون يعني فرق بين المستشفيات. دونك الأكسجين احنا يهمنا على غرار الأدوية الصيدلانية الأخرى لمعالجة كوفيد، والخطر في إصابة الجهاز التنفسي بصفة عامة. إصابة الجهاز التنفسي نظن بلي الإنسان يفهم بلي أول حاجة للعلاج هي الأكسجين. كنا باش نقولوا باش ترفد الطاقة تاع الجهاز تاع نسبة وجود الأكسجين في الكريات الحمراء. دوك حنا قلنا نتنفسوا 21%، انت كي تزيد تعطي له 3 لتر راك راح تطلع الكمية باش الخلايا تاع الانسان يوصلهم الاكسجين، باش ما يجوزوش دون زان اوتر سيستيم كون ابل لو سيستيم انايروبي، يعني يقعد في السيستيم اللي معروف تاع السيكل دو كرابس وتاع الاكسجين. وزارة الصناعة الصيدلانية المستحدثة مؤخرا تحكمت في زمام الأزمة بصفة آنية وفي الميدان من أجل تلبية الطلب الوطني على غاز الأكسجين الطبي. فعلا عرفت مادة الأكسجين المستعملة في مختلف مصالح الإنعاش بالمؤسسات الاستشفائية تضاعفا في الطلب في المدة الأخيرة مع تزايد عدد الإصابات بالكوفيد 19 خاصة في جوية وأوت. فبادرت وزارة الصناعة الصيدلانية بعقد اجتماع مع مختلف منتجي الغازات الطبية المعتمدة بهدف استغلال والضبط أنجع الإمكانيات الموجودة والرفع قدرات إنتاجها للاستجابات للطلب المتزايد. قبل بداية الأزمة كان هناك منتجين اثنين وهما كان لينغاز وأرليكيد، ومنتج ثالث جديد يدعى كالغاز، غير أن هذا الأخير لم يشرع بعدها في تمويل المستشفيات لعدم حيازته على عقود مبرمة مع المستشفيات، ما كانش عنده أغريمة. ومع ظهور الأزمة وزيادة الطلب قامت وزارتنا في هذا السياق خلال الاجتماع المنعقد مع المنتجين باقتراح تسويق وتوزيع منتوج مؤسسة كالغاز من طرف المؤسستين لينغاز وأرليكيد، وذلك عبر تضارب الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف من خلال تسخير كل وسائل هذه المؤسسات لتمويل المؤسسات الاستشفائية. حجم الإنتاج المحلي في مادة الأكسجين بحوالي 320,000 لتر في اليوم، مما يجعله يغطي حاجيات الوطن بصفة كافية والتي لا تتجاوز 50 مليون لتر في السنة في ظروف عادية، أي ما يعادل 138,000 لتر يوميا في الوقت العادي، يعني خارج الأزمة الكوفيد، يعني طرت نسبة يعني الإنتاج والاستهلاك من الأكسجين. فبالتالي كمية الإنتاج التي تمثل أكثر من ضعف حاجيات الوطن استطاعت أن تلبي حاجيات السوق حتى بعد تضاعفها في الأشهر الماضية الأخيرة مع ازدياد الإصابات بكوفيد 19. المؤسسة الجزائرية كالغاز المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية والطبية إحدى النماذج التي يحتذى بها في مجال الاستثمار الناجح، وكانت من بين المنخرطين في تموين المستشفيات بمادة الأكسجين السائل. ما
غاز الجزائري هي شركة جزائرية 100%، استثمار جزائري خاص. بدأت الإنتاج نتاعها في سنة 2019، في أواسط سنة 2019، من خلال وحدتين، وحدة متواجدة في ولاية الأغواط والثانية في ولاية ورقلة. الطاقة الإنتاجية اليومية نتاع كالغاز الجيري راهي توصل، وساعات ساعات تفوق 150 ألف لتر من الأكسجين المصنع يوميا، ناهيك عن الأكسجين المخزن اللي هو 400 ملتر، 400 ألف لتر اللي مخزن موجود. يعني لانه حنايا التقنيات اللي نستعملوهم على مستوى الوحدتين نتاعنا اون طرافاي افلو كونتينيو، يعني الوحدات نتاعنا ما تحبسش، يعني الانتاج نتاعنا مستمر، ما فيش انقطاع. مؤسسة كالغاز تنشط في صناعة الغاز الصناعي، غاز الأزوت والأكسجين. انطلقت في النشاط في ماي 2019 وساهمت بشكل مهم وفعال في تدعيم الكثير من المستشفيات، وخاصة في ظل الجائحة كوفيد-19. وتعتبر هذه المؤسسة أحد النماذج الناجحة والمؤسسات المهيكلة التي دخلت في عملية الإنتاج، من بين 30 مؤسسة أخرى دخلت في عملية الإنتاج منذ انطلاق عملية الاستثمار في الولاية من 2011 إلى يومنا هذا. أساساً منتجاتنا ذات جودة عالية جداً، ومهما كانت التزاماتنا فنحن ننتج أحسن بكثير منها. التزاماتنا في إنتاج الأكسجين محددة ب 99.5% من النقاوة، وحاليا نحن ننتج أكسجين طبي بدرجة نقاوة تقدر ب 99.9%. صفتي صيدلانية مديرة تقنية بشركة كالغاز الجيري، أشرف على مراقبة نوعية الإنتاج للأكسجين الطبي. يتم مراقبة الأكسجين الطبي على أربع مستويات، مثل كل دواء يتم أولا مراقبة المادة الأولية نتاعه اللي هو الهواء. هذا المصنع نشأ في منطقة خالية من التلوث، درنا تحليل وصبنا باللي الهواء تاع الأكسجين لهذه المنطقة خالي تماما من التلوث. بعدها يتم مراقبة تاع نفس المنتوج خلال الإنتاج، المنتوج النهائي والشاحنة الناقلة لهذه الأكسجين. دونك أربع مستويات، كاين كات بارامتر. أنا لا بيغتي تاع الأكسجين هي درجة النقاء اللي قلنا مينيموم لازم تكون 99.5%. عندنا المونوكسيد دو كربون اللي لازم يكون على الأقل أقل من 5 ppm، الديوكسيد دو كربون لازم يكون على الأقل تحت 300 ppm، وعندنا لوميديتي الاش دو زو اللي لازم يكون على الأقل أقل من 67 ppm. وبعدها يتم استخراج لو سيرتيفيكا داناليز، معناتها نتائج التحليل اللي هي تثبت لنا لا كونفورميتي نتاع البرودوي. أنا كشاب جزائري خريج جامعة الأغواط هندسة كهربائية، التحقت بشركة كالغاز وتلقينا دورات تكوينية عن طريق خبراء أجانب من إيطاليا ومن الهند، بحيث الآن أصبحنا قادرين على تسيير وإنتاج
كل من الأزوت والأكسجين في شركة كالغاز. مهمتنا نحن كمهندسين في شركة كالغاز الإشراف على كل العمليات المتعلقة برفع وخفض الإنتاج حسب الطلب، أيضا مراقبة كل العمليات المتعلقة بالضغط ودرجة الحرارة والتدفق، الحفاظ والحرص على منتوج ذو جودة عالية. التحقت بشركة كالغاز في أكتوبر 2018، فور التحاقي تلقيت دورات تكوينية من خبراء أجانب إيطاليين وفرنسيين فيما يخص عملية إنتاج غاز الأكسجين والأزوت، وفيما يخص أيضا عملية تصفية المياه الموجهة لتبريد المصنع. الأزمة الصحية التي عرفتها بلادنا إثر تفشي جائحة كوفيد-19 سارعت مؤسسة كالغاز إلى إطلاق مبادرة تضامنية لفائدة المستشفيات. على غرار الهبات التضامنية التي تفضل بها عديد من منتجي الأدوية، قامت شركة كالغاز بتوفير 1,150,000 1,150,000 لترا من غاز الأكسجين الطبي بشكل مجاني. قمنا بمبادرة من خلال مبادرة لتدعيم الحملة الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19. قامت كالغاز الجيري بتقديم كهبة من الأكسجين الطبي، تم توزيعها على كافة ربوع الوطن. انطلقت الحملة في 12 ماي 2020 بأربع شاحنات مقطورة، سعة الشاحنة الواحدة 20,000 لتر. هذه الشاحنة بسعة تمكنها من تزويد 7 مستشفيات، شاحنة واحدة تزود 7 مستشفيات. انطلقت من 4 ولايات، وهران ورقلة الأغوار وباتنا، لتتوسع إلى باقي ولايات الوطن. منذ تفشي جائحة كوفيد-19 قامت المؤسسة الخاصة كالغاز بتموين من الغاز الطبي لثلاث مستشفيات: صالحيران، الأغواط، وأفلو بصفة مجانية. مؤسسة لينتغاز الجزائر التي تعود للمجمع الألماني العالمي لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية والطبية، يملك فيها المجمع الصناعي الجزائري كيمياء وصيدلة أصياس نسبة أسهم تقدر ب 34% وتمول مستشفيات الوطن عبر 10 وحدات إنتاج. نذكر منها 4 وحدات تنتج وتوزع الأكسجين السائل الطبي، وهي وحدة كيكدا، وحدة رغاية بالجزائر العاصمة، وحدة أرزو بوهران، وكذلك وحدة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري، حيث إنتاج الأكسجين الطبي وتوزيعه إلى نقاط توزيع تشمل التراب الوطني، ونسجل في هذا أيضا عملية أولية من نوعها قمنا بها بضواحي برج باجي مختار في الأسابيع القليلة الفارطة. عملية التنسيق مع المنتجين المحليين تمثلت خاصة في استعمالنا للأسطول الشاحنات لينغاز الجزائر لنقل كميات تكميلية من الأكسجين الطبي السائل من الجنوب إلى الشمال إلى وحداتنا لتحويله إلى الشكل الغازي، وأيضا تسليمه مباشرة إلى المستشفيات. Fabriquant les gaz médicaux
نصنع الغازات الطبية بنوعيها السائل والغازي في ورشات تستجيب للقوانين المطبقة على الأدوية وبمعايير عالمية. وقبل تسويق أي غاز طبي نخضعه للتحاليل في مخابرنا، ويتم إرفاقه عند التوزيع بشهادة تحاليل طبقا للقانون والمعايير الصيدلانية. وحدات إنتاجنا متحصلة على شهادات تأكيد تطبيق نظم الجودة العالمية إيزو للبيئة والصحة والسلامة داخل المؤسسة. منذ بداية ظهور جائحة كوفيد 19 في الجزائر، كون خلية أزمة على مسؤول رئيسي للينغاز الجزائر، والتي تقوم باتصالات دائمة مع مدراء الصحة العموميين ومدراء المستشفيات في كل على جل التراب الوطني، وهذا لتلبية كل متطلبات المستشفيات من طلباتهم من الغاز الطبي وخاصة الأكسجين. ويجدر القول هنا كذلك بأن طلبات الأكسجين زادت يعني حتى 3 أضعاف أحيانا إلى في بعض المستشفيات. وهنا قامت لينغاز الجزائر كخطوة أولى بزيادة مخزون القارورات، يعني عدد القارورات للمستشفيات كخطوة أولى، وهذا لفك الضغط. وكخطوة ثانية جهزنا بعض المستشفيات بخزانات سعتها بين 6000 لتر وحتى 20000 لتر، وهذا القضاء نهائيا على ندرة هذه المادة الحيوية. ننتج بعض الغازات الطبية كCO2 طبي، غاز أكسيد النيتروجين وهو غاز مستعمل في غرف العمليات كمخدر، وكذلك ننتج غاز أكسيد الإيتيلان وهو غاز مستعمل لتعقيم الأدوات الطبية كالقفازات والحقن. لضمان سلامة مستعملي قارورات الغاز وخاصة الطبية منها، توجد هنا في وحدة الغاية ورشة لصيانة القارورات أو ما يسمى بورشة المراقبة التقنية للقارورات. وهذه المراقبة التقنية تخضع لقوانين صارمة، لقوانين جزائرية صارمة، ويتم المصادقة عليها من طرف مهندس المناجم. مصنع الشركة الفرنسية أرليكيد لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية والطبية يعمل هو أيضا على تمويل المستشفيات من خلال 3 وحدات إنتاج و4 نقاط للتوزيع. عندنا 2 وحدات إنتاج على مستوى مصنع الرغاية متواجد بالمنطقة الصناعية رويبة الرغاية، واحدة ب 35 طن جور في النهار، واحدة ب 7 طن جور، وأخرى في مصنع تينس بولاية شلف ب 7 طن. كل هذه الوحدات يمكن لها إنتاج الأكسجين والأزوت، وال 35 طن يمكن لها إنجاز أيضا الأرغون، غاز الأرغون. لكن مع هذه الجائحة كل هذه الوحدات 100% متوجهة لإنتاج غاز الأكسجين. كان طلب كبير، نأخذ مثال على سبيل المثال سيدار، هي لتعبي الأكسجين في مستشفى البليدة
اللي كان الاول اللي عندنا بزاف ليكا والحمد لله بدون انقطاع وبإن تري بون كاليتي. عندنا ثلاث مخابر اللي براسوري لا كاليتي دو نوتر برودوي. للعلم نحن متحصلين على الاي ام ام ترخيص من وزارة الصحة، ترخيص بان نوتر اوكسجين ميديكال الي اوتوريزي امتر سور لو مارشي، وهذا بعد لي زوديت كونتيتي افكتيي بار لو لابوراتوار ناسيونال دو 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 برودوي فارماسيوتيك، والنتائج الجد حسنه. الوحده تاعنا هذه تعمل كالتالي: نقوم باستنشاق الهواء المتكون من 78% من غاز النيتروجين الذي يحول الى مصانع البترول، و 20.8% هو غاز الاكسجين الموجه بصفه كبيره الى المستشفيات، وخاصه في المرحله هذه اللي فيها مرحله كوفيد 19. منذ بدايه يعني جائحه كورونا راينا يعني تضاعف في الطلبات، وجندنا كل الوسائل اللازمه لاستجابه لكل الطلبات بتوفير الغاز الطبي هذا الاكسجين لكل المستشفيات التي تطلب ذلك. تتم عملية التوظيف الغاز الأكسجين الطبي بتحويل الغاز السائل المخزن في الخزانات الثابتة لنا بغاز سائل، ثم تحويله إلى غاز وتوظيفه بضغط عالي إلى 200 بار. أنا أسهر على مراقبة الجودة والنوعية لضمان نقاوة المنتوج باستعمال ثلاث مخابر لدينا في المكان ذات تكنولوجيا عالية جدا. وفي الأفق استثمار خاص يعمل على تكييف نشاطه الصناعي لتدعيم إنتاج الغازات الطبية، ويتمثل في شركة أوراس غاز بالمنطقة الصناعية لأولاد موسى بولاية بومرداس. بدينا في 1994 بدينا شراكة مع الانجي، ومن بعد في 2001 بدينا احنا دخلنا الصناعة نتاعنا، احنا بدينا البروديكسيون بالCO2 والاكسجين سما نديرو كونديسيونمون، ومن بعد طورنا دوكا سما في 2018 حلينا هذه الوزين هذا الجديد، عندنا فيه الغازات الطبية والغازات الصناعية كامل. عندنا تجربة تاع 25 سنة، ونعرفوا السبيطارات ونعرفوا الكلينيك ونعرفوا الناس اللي يستعملوا هذه المواد هذه كامل اسمع عندنا، ورانا قلت لك رانا منصطليد في 31 ولاية، 31 ولاية عندنا 38 ديبو، اسمع كاين ولايات اللي فيهم زوج ولا عندنا 38 ديبو اللي يخدموا معنا يتعاملوا معنا حنا، يسمى نعطيو لهم برودوي وهما يسوقوه. وفي هذه الحالة تاع الكوفيد 19 حنا ماذا بينا نساهموا، حنا ما نتمناو نساهموا نقدروا نساهموا ثاني بزاف في الوطن، لكن عندنا مشكلة صغيرة مازال ما عطاوناش لون ريجسترومون. رانا شفنا مع السيد الوزير باش يعاوننا ان شاء الله، ممكن في هذه الايامات هذو ان شاء الله بالك يقدروا يعطيونا لون ريجسترومون تاع البرودوي تاعنا. مؤسسة أوراس غاز تخدم منتوجين هما أكسجين طبي والبروتوكسيد طبي. سعة الإنتاج تاع الأكسجين هي 10,000 متر مكعب في 24 ساعة، يعني حوالي 1200 قارورة في 24 ساعة. وبالنسبة للغاز البروتوكسيد الطبي تدير 50 كيلو في الساعة،
يعني 40 قاروره في 24 ساعه. مهمتي كصيدلانيه اني نراقب جوده هذا المنتوج من اللي يبدا حتى يكمل باش نشوف اذا راه صح منتوج يعني كونفورم نقدروا نستعملوه في المستشفيات ولا لا. لا ماهوش كونفورم يعني نعاودوا نشوف الخلل وين راه وعلاش ماهوش كونفورم نعاود الصناعه من البدايه حتى النهايه. حاليا التسويق تاعنا راهو متوقف يعني الانتاج تاعنا راهو متوقف بسبب اننا نحاولوا نتحصلوا على رخصه التسويق من عند المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية. سبب أنه عندنا شوية عطل في أجهزة اللي ديرنا المراقبة تاع الكونفورميتي تاع هذا المنتوج. يعني بصح كي عادت هذه المشكل جائحة كوفيد 19 حبينا نسيو نسرعوا العملية أنه ماشي ما نستعملوش الجودة ما تكونش عندنا في المخبر تاعنا يعني باسكو سا برون دو طون يعني تستهلك وقت كبير. راح نستعملوا هذه الجودة في مختبرات واحد أخرين في الأفاق 2021. رانا استثمرنا لحد الآن في تجهيزات لصناعة الغازات الصناعية والطبية بقيمة 16 مليون أورو. آخر تجهيزات تدخل في سبتمبر 2021. هاد الانستالاسيون هادي تنتج الاكسجين ميديكال الازوت ميديكال والارغون. لا كاباسيتي تاع الانتاج تاع الاكسجين يكون 3000 لتر في الساعه. يظن كي نحسبوا لها في 24 ساعه تكون 78 الف لتر في 24 ساعه. هذه راح تسهل امور كبيره للمستشفيات ولكل كل السيكتور سانيتير. بعد أسبوع من تصويرنا لهذا الروبورتاج بدأت الأمور تنفرج تدريجيا بالنسبة لهذه الشركة بعد حصولها على رخصة من أجل تحليل مادة الأكسجين. اليوم نحن متواجدين في مصنع اير ليكيد بسبب وجود عطل في مستوى المخابر تاعنا، وبعد ما تحصلنا على ترخيص من طرف الوكالة الوطنية للأدوية اليوم جينا نديروا الاناليز عند مصنع اير ليكيد باش نقدروا نديروا تسويق للمنتج تاعنا ان شاء الله. في ترخيص من الوكالة الوطنية للأدوية نقوم بتحليل عبوة اكسجين طبي لشركة اورس غاز، وفي هذا اثناء التحليل نقوم بقياس درجة النقاوة والشوائب في هذه القارورة، وفي نهاية العملية نقوم بإصدار شهادة تحليل نسلمها لشركة أورس غاز. مشروع خاص آخر قيد الإنشاء في مجال إنتاج الغازات الطبية تحتضنه منطقة النشاطات بالبرواجية بولاية المدية، ويعود لمؤسسة المغاربية للغازات الطبية. الشركة المغاربية للغازات الطبية جاءت في سنة 2009. قدرات الإنتاج تاعنا بين 10,000 لتر إلى 12,000 لتر في اليوم 24 ساعة بين السائل والغاز. عندنا الأزوت اللي هو النيتروجين سائل وغازي يوسيوها في الطب بزاف، وعندنا البروتوكسيد دازوت الغازات الضاحكة. البروتوكسيد دازوت هذا يسحقوه في الجراح في التخدير. دوري كصيدلي مدير تقني هو مراقبة كل مراحل تصنيع الدواء ابتداء من المادة الأولية إلى المنتوج النهائي، حيث يتم تقديم تقارير وإثباتات إلى وزارة صناعة الصيدلانية لإثبات أن الدواء المنتوج يقوم حسب المراحل الموصى بها. والمراجع الأساسية المتبعة هي لصناعة الغازات الطبية هي لا فارماكوبي أوروبيان
ولي بون براتيك دو فابريكاسيون. المراحل المتبعه هي المراحل المتبعه لكل مصانع الانشاء لصناعه الادويه. المرحله الاولى هي لاغريمون دو دانستالاسيون، ثم المرحله الثانيه هي لاغريمون ديكسبلوطاسيون، وياتي بعدها لاغريمون دو دونغوجيسترومون، هي المرحله الاخيره اللي احنا رانا فيها. دخول حيز الخدمة هاتين الوحدتين سيعزز أكثر فأكثر القدرات الإنتاجية، مما سيسمح بإمكان تصدير هذه المدى الحيوية، ولهذا نرحب بهذه المشاريع التي نتابعها بكل اهتمام من أجل التسريع بتسليمها. كسائر الأدوية في بلادنا، يخضع غاز الأكسجين الطبي المنتج إلى مراقبة نوعية من قبل مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لاين بي بي لاجونس، التي تمارس مراقبة في موقع الإنتاج عند تسجيل، وذلك بعد التأكد من توفرها على العتاد اللازم وقدرتهم على إجراء التحاليل المسبقة للتسويق، بالإضافة إلى المراقبة التي يقوم بها المنتجين تحت إشراف ومسؤوليات الصيدلي المدير التقني. بعد التأكد من النوعية وجودة المنتوج ومطابقة للمعايير الدولية، تمنح رخصة التسويق أو مقرر التسجيل من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. إذن يبقى حرص الدولة قائما على تأطير ومتابعة نشاط صناعة الغازات الطبية، نظرا لأهميتها الحيوية بالنسبة للصحة العمومية والأمن الصحي في الجزائر.